فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة، وبالتعيين يقترن بها أمور غير مقصودة للآمر، لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له، فإنه إذا قال فتحرير رقبة، فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو عربية أو عجمية أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود هو المطلق المشترك بين هذه المعينات. إذا قال الله جل وعلا فتحرير رقبة، فالمقصود هو اعتاق الرقيق وإخراجه من الرق إلى الحرية، دون نظر إلى كونه أبيض هذا الرقيق أو أسود أو أحمر، فهذه كما يقولون صفات طردية لا اعتبار لها، وإنما الاعتبار بالرقبة السليمة من العيوب المخلة بالعمل. أما كونه أبيض أو أحمر أو أسود فهذا لا اعتبار له، وإنما هي صفات طردية. أما كونه مريضا أو كبير السن أو أعرج ولا يستطيع العمل، هذا لا شك أنه أمر ملاحظ، ولذلك قالوا لا يجزئ في الرقبة إلا سليمة من العيوب المخلة في العمل، لأن المقصود من الاعتاق هو أن يستقل الرقيق لعبادة ربه وللكسب لنفسه ولمن يمون، فإذا كان لا يستطيع الكسب كان اعتاقه سببا لضياعه ويكون عالة على غيره.